رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الأخ الكريم سلفا كير مياردت، رئيس جمهورية جنوب السودان، سعادة الدكتور رياك مشار، السيد ممثل الإيجاد، السادة ممثلي شركاء الإيجاد، أصحاب السعادة، رؤساء البعثات الدبلوماسية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم اليوم في الخرطوم، ونحن نخطو خطوة ثانية في مسيرة الإخوة في جنوب السودان تجاه الحل العادل والشامل لهذه الأزمة التي تطاولت، وذلك استجابة للتفويض الممنوح لنا من قمة الإيجاد 32 غير العادية الذي انعقد بأديس أبابا في 21 من يونيو الجاري، والتي فوضتني بعقد جولة اللقاء مباشرة بين الأخوة في جنوب السودان، وهو الأمر الذي نعده شرفا وتقديرا لدور السودان ومساعيه في تجاوز إخوتنا لأزمتهم التي بدأت مع ميلاد تلك الدولة الشقيقة، والتي كان السودان أول المعترفين بها وأكبر الداعمين لها. تلك الأزمة التي أحسسنا بوطأتها في وجوه مليوني لاجئ يشاركوننا اللقمة والمعاناة وضيق ذات اليد، أحسسناها في آلام إخوة لنا فقدوا العائل والقريب في ظل الحرب غير المبررة، أو نزحوا وفقدوا المسكن والجوار، بل وامتد أثر هذه الأزمة بظلاله على أمن واستقرار كامل الإقليم، وأثار كل حادم من الأسرة الدولية على الأوضاع الإنسانية المتردية، حتى دفع الأسرة الدولية للتفكير في العقوبات التي ستزيد معاناة المواطن الجنوبي. تلك العقوبات التي عارضها السودان لإيمانه القاطع أن العقوبات لا تنتج حلولا، وإنما يمكن الحل في جلوس شركاء الوطن في حوار صادق وبناء. الإخوة الكرام، إن التاريخ سيسجل النجاح والإخفاق لنا كقادة الإقليم بصفة عامة، ولكم أنتم قادة جنوب السودان بصفة خاصة في حل هذه الأزمة والتسامي على حظوظ النفس والغبن الشخصي لصالح إنسان الجنوب. ونود هنا أن نؤكد أن السودان سيضع كل إمكانياته وخبراته التي اكتسبها عبر سنوات الحرب والسلام ونجاحه في إدارة حوار وطني ومجتمعي شمل كل مكوناته وخاطب جميع قضاياه بروح من المسؤولية الوطنية، سيضعها أمام إخوته في الجنوب للاهتداء بتجربة النجاح في تحقيق الأمن والسلام. الإخوة الأعزاء، لا شك أن جهود الإيجاد السابقة والحالية تضيف إلى تجارب القارة الناجحة في تسوية القضايا الأفريقية بأيد أفريقية، وأتقدم هنا بالشكر والتقدير للمساعي الدؤوبة للأخ رئيس الإيجاد والأخ المبعوث إلى جنوب السودان، كما لا يفوتني أن أشكر الدور الكبير لمنظمتنا الجامعة الاتحاد الأفريقي
ودول الترويكا والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الأخرى التي سعت للسلام في جنوب السودان وآمنت بدور السودان في التوصل إلى حل لهذه المشكلة. أصحاب الفخامة والمعالي، لا شك أن جلوسنا الآن للبحث عن حلول مؤشر إلى أن هناك بعض الإشكالات، ولكن بالنظر الدقيق سنجد أن ما يجمع إخوتنا في جنوب السودان وأن هم الوطن الواحد والتحديات المشتركة يتجاوز تلك الخلافات التي مهما عظمت لا ترقى إلى إهدار الدم وتبديد ثروات البلاد ومستقبلها. وإنني أجدد استعداد السودان لتقديم كل تسهيلات مطلوبة أو خبرة مكتسبة لتحقيق السلام للأشقاء في جنوب السودان، وجدد التأكيد أيضا أن أي خطوة سنقوم بها في هذا الجهد ستكون بالتنسيق مع الإيجاد وآلياتها الفاعلة، حيث هي صاحبة المبادرة الأصلية والجهد المشكور في تحقيق السلام في العديد من دول المنطقة. آملين أن يكون جهدنا في هذا السياق قيمة مضافة للإيجاد ولأفريقيا، وأمنياتي للقائنا هذا بالنجاح المتوقع، وأرجو أن تطيب لكم الإقامة ببلادنا وبلادكم، وأن ننتقل للقاء القادم إن شاء الله في الشقيقة كينيا ونحن قد قطعنا شوطا كبيرا نحو السلام المنشود. التحية لكم والتمني لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.